الدرس من دروس القطع الناقص. اليوم سوف نبحث مع بعضنا في حل التمارين صفحة 38، تمارين اللي بيتعلق في القطع الناقص. خليكم معي جميعا وانتبهوا لي. ما فاتنا في جلسة امبارح ان شاء الله تعالى مدته ثلث ساعة ربع ساعة، نعود إن شاء الله اليوم وبكرة في جلسة إضافية. تمارين صفحة 38. السؤال الأول: اكتب معادلة القطع الناقص الذي بحقاه 4 صفر وصفر صفر وإحدى ذراه 5 صفر. اكتبوا عليه جميعا يا طلاب. أنا ما سميت المحارق وما سميت الذوي. آلية الحل مثل ما اتفقنا رسم توضيحي. أصل مستوى الإحداثي وعين عليه هذه النقاط. نعم، هذا محرق وهذا محرق. هاي النقطة إكساتها 4 وياتها 0، وهاي النقطة إكساتها 0 وياتها 0. نعم، هذا محرق وهذا محرق. من الواضح أن المحرقين أفقيين، معناته إن يوازي الـ إكس. نعم، والمحرق اليميني بسميه إف، والمحرق اليساري بسميه فتحة. دائما الاف يميني والاف فتحه يساري. نعم، معناته المركز صفه خارج مبدا الاحداثيات في منتصف المسافه ما بين الاف والفتحه. اذا من الرسم التوضيحي نجد ان الفتحه خارج مبدا الاحداثيات وال يوازي او اكس. المعادله من الشكل اكس ناقص اكس صفر للتربيع على اي مربع زائد الواي ناقص واي صفر للتربيع على بي مربع يساوي 1، بحيث ان الـ A اكبر من B. علينا ايجاد x صفر y صفر A B. من المعلومات اللي عندي من المحرق الرسم التوضيحي قال لي انه F احداثياتها 4 صفر، واحداثيات الـ F قانونها باعتبار ان الـ يوازي x، x صفر زائد C فاصل y صفر، بالمطابقة y صفر يساوي 0 و x صفر زائد c يساوي 1. معادلة مجهولين بسميها معادلة 1. من المحرق الآخر f فتحة الذي إحداثياته 0 0، وقانون f فتحة باعتبار ال يوازي او x، f فتحة x صفر ناقص c فاصل y صفر، هذا يؤدي بالمطابقة x صفر ناقص c يساوي 0. بالحل المشترك لجملة المعادلتين 1 و2، هاي معادلة 1 وهي معادلة 2، شان يوجد x صفر و c. بالجمع والطرح، دائما المعادلة طول حلو بالجمع والطرح. بالجمع x صفر زائد x صفر 2x صفر، c زائد الناقص c بيروح c مع c، 4 زائد 0 يساوي 4، 2x صفر يساوي 4 ومن x صفر يساوي 2. بالطرح يعني 1 ناقص 2، اطرح 2 من 1، x صفر ناقص x صفر راحت، c ناقص ناقص c 2 c 4 ناقص 0 يساوي 4، هذا يؤدي c يساوي الحرة المقيد c يساوي 2. نعم، انا استفدت من المحارقة. شو عندي معلومات اخرى استفيد منها؟ اعطاني يا طلاب انه يوجد لدينا ذروه احداثياتها 5 صفر. الرسم التوضيحي عند اللي انا حطيت الذروه قال لي انه هاي الذروه اسمها A. ليش؟ لانها موجوده على الافق وتقع على يمين الاف، موجوده على الافق وتقع على يمين الاف. من الذروه A التي احداثياتها 5 صفر، وقانون الـ A x صفر زائد A فاصل y صفر، بالمطابقة x صفر زائد A يساوي 5. أنا حصلت على x صفر وعوض x صفر، 2 زائد A يساوي 5، هذا يؤدي A يساوي 3. حسبت الـ A فقط، تم عندي حساب الـ B، أحسب B من معادلة الوسطاء لأنني علمت قيمة A وقيمة C. باعتبار ال يوازي او اكس، معادله الوسطاء اي مربع تساوي ب مربع زائد سي مربع، الاي 3 للتربيع 9، ب مربع زائد 4، طبعا انا اريد البي،
الاربعه انتقلت عن طرف الايسر ب مربع يساوي 9 ناقص 4 5 ب تساوي جذر 5. وعوض ال x 0 وال y 0 وال a وال b في معادله القطر. نعم x ناقص 2 للتربيع على 9 زائد الواي ناقص 0 للتربيع، يعني الواي ناقص 0 للتربيع واي مربع على 5 يساوي المربع. السؤال الثاني، اكتب معادله القطع الناقص الذي مركزه هو فتحه 6 1 واحد محرقي 3 1 واحدى ذراه 10 1. اعطاني معلومات ويريد معادله القطع. مباشره الرسم توضيحي. اول شيء معايير المركز 6 1 اكسات 6 وايات 1، هذه النقطه اسمها هو فتحه. في عندي محرق اكسات 3 وايات 1، هاي اكس 3 وهاي الواي 1، احصل على هذه النقطة. طيب شو بدي اسمي هاي النقطة؟ نعم لاحظ عندنا الاو فتحة المركز هو، وهذا المحرق على يسار المركز. المحرق على يسار المركز، المحرق والمركز على خط افقي. المحرق على يسار المركز، تخيل القطع هذا بده يكون الفتحة. لو تكون المحرق هون كان اسمه اف. نعم واحدى ذراه 10 1، هاي اكس يساوي 10 وهاي واي يساوي 1. هاي الذروي شو بدي اسميها اللي موجوده على يمين المركز؟ جميعنا يتخيل توضع القطع الناقص. انت عليك تتخيل توضع القطع الناقص بتسمي النقاط. هاي بدها تكون اسمها 10 1. نعم بدي يكون اسمها الذروي A. لاحظ المحرق والمركز على الأفق، المركز والمحرق على الأفق، معناته المحرق الثاني لازم يكونون المحور المحرقي يوازي O X والمركز خارج مبنى الإحداثيات. إذا رسم التوضيح قال لي المركز هو فتحة خارج المبدأ وال يوازي O X، المعادلة X ناقص صفر للتربيع على اي مربع زائد الواي ناقص واي صفر للتربيع على بي مربع يساوي الواحد، بحيث ان اي اكبر من بي. لتحديد المعادله علينا ايجاد اكس صفر واي صفر اي بي مباشره من المركز. المركز هو فتحه احداثيات 6 1 بالمطابقه اكس صفر يساوي 6 وواي صفر يساوي الواحد. احداثيات مركز اكس صفر واي صفر، نعم اكس صفر واي صفر، اكس صفر يساوي 6 وواي صفر يساوي الواحد. من المحرق الرسم التوضيحي قال يوجد هنا نقطة اسمها الفتحة، الفتحة احداثياتها 3 1 وقانون الفتحة باعتبار ال يوازي او اكس، باعتبار ال يوازي او اكس يا طلاب الفتحة طبعا هون في فتحة لا تنسوا اياها. نعم هاي فوق في فتحه فوق الاف اكس صفر ناقص سي فاصل واي صفر. نعم بالمطابقه اكس صفر ناقص سي يساوي 3، نعوض قيمه اكس صفر اللي طلعت معي 6 ناقص سي يساوي 3 ومنه سي تساوي 3. حل معادله درجه اولى بنشوف واحد. في عندي معلومه الذروي كمان الرسم التوضيحي قال هذه الذروي اسمها ايه؟ اي احداثياتها 10 1 وقانون احداثيات الـ A x0 زائد A فاصلة y0 طابق قبل فاصلة مع قبل فاصلة لغاية اني اوجد A x0 زائد A يساوي 10، نعوض قيمة x0 6 زائد A يساوي 10، هذا يؤدي A يساوي 4. هيك بيكون صار بجعبتك الـ x0 والـ y0 والـ C والـ A. بقي علينا حساب البي، احسب بي من معادله الوسطاء باعتبار ال يوازي او اكس يا طلاب. معادله الوسطاء اي مربع يساوي البي مربع زائد سي مربع وعوض اي 4 للتربيع 16، البي مربع اريدها انا جمع عمليه تبديليه ما في مشكله، السي مربع 3 للتربيع 9 ومنه البي مربع 16 ناقص 9 يساوي 7، بي جذر السبعة.
نعوض الاكس صفر والواي صفر والاي والبي في معادله القطع نجد اكس ناقص 6 بالتربيع على 16 زائد الواي ناقص 1 بالتربيع على 7 يساوي الواحد. السؤال الثالث، اكتب معادله القطع الناقص محرقه 2 1 و2 ناقص 30 وطول قطري الصي 6. شوف يا طالب بيعطيك معلومات وبده منك المعادله وهو حر في اعطاء المعلومات، بدك تكون منتبه وتعرف شلون تحصل على المعادله. عم يقول لي لدي القطع له محرقان، المحرق 2 1 ومحرق 2 ناقص 30 وطول قطره الصغير يساوي 6. رسم توضيحي، لاحظ رسمت محور اكسات ومحور واي يساوي 30. عندي المحرق اكسات 2 واي 1 هذا محرق، وفي عندي محرق اكسات 2 واي ناقص 30. يا طلاب الكل يطلع على الرسمي وامعن النظر جميعا، لاحظ المحرق 2 1 هذا والمحرق 2 ناقص 3 هذا، من الواضح ان المحرقين يتوقعان على الشاقول. الكل معي يا شباب يا طلاب، لاحظ من الواضح ان المحرقين يتوقعان على الشاقول، اذا ان يوازي او واي، المحرقين يتوقعان على الشاقول ان يوازي او واي. نعم المحرق الفوقاني راح يكون اف، المحرق التحتاني راح يكون اف فتحه. تخيل وضعيه القطع لما يكون ال هو او واي، دائما المحرق الاعلى في الاعلى هو الاف والمحرق اللي بيكون في الادنى هو الاف فتحه. اف احداثيات 2 1 وفتحه 2 ناقص 3 وطول القطر الصغير هو 6. لاحظ من الرسم التوضيحي ال يوازي او واي واو فتحه خارج الادنى، معناته المعادله من الشكل x ناقص صفر للتربيع على a مربع زائد y ناقص y صفر للتربيع على b مربع يساوي الواحد، بحيث ان ال b اكبر من a. انا هاي بستفيد منها في معادله الخطا، علينا ايجاد x صفر y صفر a b. نعم من المحرق، المحرق f الرسم التوضيحي قال هذا المحرق اسمه f احداثيات 2 1، الرسم التوضيحي قال هذا المحرق اسمه اف، اف احداثيات 2 1 وقانون المحرق باعتبار ال يوازي او واي اكس 0 فاصل واي 0 زائد سي بالمطابقه قبل فاصل مع قبل فاصل اكس 0 يساوي 2 وبعد فاصل مع بعد فاصل واي 0 زائد سي يساوي 1، معادله بمجهولين نسميها معادله واحد. من المحرق الاخر اف فتحه احداثياتها 2 فاصل ناقص 3 واف فتحه x0 فاصل y0 ناقص c. نعم رسم توضيحي، المحرق في الادنى يكون الفتحه بالمطابقه y0 ناقص c يساوي ناقص 3 بالحل المشترك لجمله المعادلتين 1 2 جمع وطرح. نعم هيك اسهل عليك، بالجمع y0 y0 2 y0 راحت ال c مع ال c، انا اجمع يا طلاب 1 زائد ناقص 3. نعم يعني 1 ناقص 3 يساوي ناقص 2 ومنه y0 تساوي ناقص 1. بالطرح y0 ناقص y0 راحت c ناقص ناقص c 2c 2c يساوي 4، هذا يبدي c تساوي 2 c تساوي 2. نعم حصلت على x0 y0 وc، اريد ال a وال b لاشوف شو طلع عندي معلومات استفيد منها. اعطاني المحرقين غيرهم ما عندي شيء، عندي فقط معلومه طول القطر الصغير يساوي 6. نعم كيف اوظف هذه المعلومه؟ اعطاني معلومه طول القطر الصغير يساوي 6، كيف اوظف هذه المعلومه في الحصول على الثوابت التي اريدها؟ نعم يا طلاب لدينا لدينا ال يوازي او واي. نعم ال هو الشاقول، معناته القطر الصغير هو منه؟ هو الافق، هو القطع المستقيم اي اي فتحه، هو القطع التي تصل بين الذروتين الافقيتين الاي اي فتحه طول 2 ا. نعم لان ال يوازي او واي
القطر الصغير هو الفتحة الذي يساوي 2a، معناته 2a يطلب عفوا 2a تساوي 6، هذا يؤدي a يساوي 3. نعم ارجع بعيد، بما ان n يوازي o y، عندئذ القطر الصغير هو a فتحه يساوي 2a، a يساوي 3، هذا عفوا 2a يساوي 6 ومنه a يساوي 3. نحسب ب من معادله الوسطاء، ب مربع يساوي a مربع زائد c مربع، السبب ان l يوازي o y، ثابت الشيء يقول هو كبير، ب مربع يساوي a مربع زائد c مربع، وعوض ب مربع يساوي a 3 تربيع 9 c 2 تربيع 4، ب تساوي جذر 13، نعوض الثوابت x0 y0 ab في معادلة القطع، أحصل على أن المعادلة x ناقص 2 للتربيع على 9 زائد y ناقص y0 طبعا ناقص 1 ناقص ناقص 1 زائد 1 للتربيع على 13 يساوي الواحد. نعم طلاب، في سؤال يا طلاب؟ سؤال الرابع، اكتب معادلة قطع الناقص المار بالنقطة 4.2 جذر 3 وله ذروتان 5 0 و1 0. نعم رسم توضيحي، اعطاني ذروتي ونقطة يمر بها القطع. نعم رسم توضيحي، رسم محور اكسات ورسم محور وايات، في عندي ذروة اكساتها 5 وياتها 0 يعني تتوضع على محور الاكس، وفي عندي ذروة اكساتها 1 وياتها 0، هاي الذروة الثانية، لاحظ هاي ذروة وهاي ذروة، الا تلاحظ ان الذروتين تقعان على مستقيم افقي، الذروتين تتوضعان على الافق مباشرة، ذروة اسمها A والذروة اسمها A فتحة، لأنهم بين الذرة الأفقية هما A وA فتحة. نعم الذروة اليمينية هي A، الذروة اليسارية هي A فتحة، إذا هاي الA 5 صفر والA فتحة 1 صفر. نعم المركز في منتصف المسافة ما بين الذروتين، وهذا ما يثبت لي أن المركز خارج المبدأ. نعم من الواضح أن مركز القطع خارج مبدأ الإحداثيات، لكن ما في عندي شيء استند عليه في تعيين L، لذلك ما راح أقدر عين L. أقول من الرسم التوضيحي نجد أنه فتحة خارج المبدأ، أنا ماني قدران عين L، بدي أمشي بدون L. خلق المعادلة من الشكل X ناقص X صفر للتربيع على A مربع زائد y ناقص y صفر للتربيع على b مربع يساوي واحد، علينا ايجاد x صفر y صفر a b من الذروه، a احداثياتها 5 صفر وال a قانون x صفر زائد a فاصل y صفر بالمطابقه y صفر يساوي صفر و x صفر زائد a يساوي 5. من الذروه الثانيه رسم التوضيح قال واحد صفر اسمها a فتحه، a فتحه واحد صفر وأي فتحة قلنا x0 ناقص a فاصل y0 بالمطابقة x0 ناقص a يساوي الواحد، الحل المشترك لجملة معادلتين 1 و 2 جمع وطرح، بالجمع 2 x0 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 2 x0 5 1 6 2 x0 يساوي 6، هذا يؤدي x0 يساوي 3. نطرح 2 من 1 x0 ناقص x0 راحت، a ناقص ناقص a 2a 5 ناقص 1 يساوي 4 ومن a يساوي 2. شوف فهل عمل هاي او من الذروتين اللي اعطاك اياهم، انت بتكون حصلت على ثلاث ثوابت من اصل 4، بدك 4، حصلت على x0 وال y0 وال a تماما. نعم بقي علينا حساب ال b. نعم لازم يكون عندي معادلة وسطاء أحسب خلالها بي، ولكن أنا بالأساس السي ما بعرف ولا أعلم إيه، أريد حساب البي، بالرغم من أنه أنا بعرف الـ X صفر والواي صفر والـ A. نعم ما عندي سي، ما عندي محور محرقي يعطيني معادلة وسطاء، عندي نقطة. نعم لحساب البي يا طلاب
وعوض الثوابت اللي طلعوا مع x صفر واي صفر ايه، يعني x صفر معوضها 3 واي صفر صفر ايه 2، واحداثيات النقطة المعطاة. انا اعطاني نقطة 4.2 جذر 3 وعوضهم في معادلة القطع. نعم في المعادلة الأساسية لمواد قطع احصل على معادلة فيها مجهول واحد هو ب. نعم طلاب نعم اكسات النقطة 4 اكسات الذروي 3 4 ناقص 3 للتربيع على اي مربع 2 للتربيع 4 زائد وايات النقطة هي 2 جذر 3 وايات الذروي واي صفر يعني صفر 2 جذر 3 ناقص صفر وكل التربيع على ب مربع يساوي الواحد. هذا يؤدي 4 ناقص 3 1 للتربيع 1 1 على 4 زائد 2 جذر 3 ناقص صفر 2 جذر 3 بربع التربيع بينزل على 2 بينزل على جذر 3 بطبع 12 1 على 4 زائد 12 على ب مربع يساوي الواحد. نعم الربع خذ اياها الطرف الثاني 12 على ب مربع يساوي 1 ناقص 1 على 4 يعني 3 على 4. نعم طرفين في الوسطين جدار طرفين يساوي جدار الوسطين. نعم 3 ب مربع يساوي 12 في 4 معناها 40 ومنه ب مربع هي الحره على المقيد معناها 40 على 3 يساوي 16 ب هي الجذر الموجب والذي يساوي الأربعة. X صفر Y صفر AB في المعادلة قطع أحصل المعادلة X ناقص 3 والكل التربيع على 4 زائد ال Y ناقص 0 للتربيع على 16 يعني Y مربع على 16 يساوي الواحد.